إذا كان الأمر كذلك فإن لله محبوبات في الأقوال والأفعال، ولله محبوبات في الذوات كذوات الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والمرسلين وذوات العباد الصالحين وكذا ذات الكعبة المشرفة والشعائر التي أقامها في مثل ما ذكر لنا عن جبلين أحدهما الصفا والآخر المروة، يقول لنا في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل الصفا والمروة عمل أو اعتقاد أو سلوك؟ ذوات جبال أعلام من معالم الدين ربط الله بهما عبادته فصارت من شعائر الله. فإذا علمنا ذلك فإن الذوات المحبوبة لله على مراتب ودرجات، أعلاهم الأنبياء والمرسلون، وفيهم يقول ربنا في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإذا انتهينا إلى أفضلهم وجدناه رسولنا، وجدناه نبينا، وجدناه هادينا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا، خاتم النبيين وسيد المرسلين وأكرم الأولين والآخرين على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان ذكر الأعمال المحبوبة والأوصاف المحبوبة لله تعالى والأماكن المحبوبة والذوات المحبوبة لله يسترضى به الله ويقرب إلى الله وينفع صاحبه إذا ذكرت على سبيل المحبة، على سبيل الولاء، على سبيل التعظيم. فالذات الأشرف والذات الأكمل أولاها باسترضاء الله تعالى وأجدرها وأحقها بتفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا لم يجعل الله في محبوبيه ذكراً مرفوعاً كمثل ذكر محمد المخاطب بقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك. وبذلك جاءتنا السنة أن اسم النبي محمد كتبه الله بجانب اسمه على قوائم العرش، فكتب على كل قائمة من قوائم عرشه لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين يحبهم كثير ولم يضع اسم أحد منهم في جانب اسمه على قوائم عرشه إلا اسم هذا لأنه الأحب، لأنه الأطيب، لأنه صاحب الجاه الأرحب، لأنه صاحب المكانة الأعظم عند الله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك نسمع ما يوثر عن شاعر المصطفى سيدنا حسان وهو يلمح هذه المعاني بإيمان وإيقان وإتقان، يقول وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. فتجد في الأذان أظهر الشعائر في الإسلام، شعار الأذان لأنه شعار الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، فجعل الله له هذه الألفاظ وفيها الشهادتان. فليس يوجد في ألفاظ الأذان إلا اسمان اثنان، اسم الله به يفتتح الأذان وبه يختتم، يفتتح بالله أكبر ويختتم الأذان بلا إله إلا الله، ووسط الأذان اسم مع اسم الله لواحد فقط وهو اسم محمد. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمدا. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمنا ذلك فننظر إلى أخبار هذه الذات، ومنها ميلاده الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فنجده ميلادا ميزه الله، خصصه الله، شرفه الله، كرمه الله تعالى في علاه. الناس يولدون من قبل نبينا محمد ومن بعد نبينا محمد، فأي مولود خرج من بطن أمه فخر ساجدا غير هذا المولود؟ أي مولود خرج من بطن أمه فرفع طرفه نحو السماء فخرج منها نور لحق بالسماء؟ أي مولود عند ولادته نكست أصنام الدنيا؟ أي مولود خمدت نيران تعبد من دون الله لها 1000 سنة وعليها سدنا يوجدونها فانطفأت وخمدت لحظة واحدة، لحظة الولادة لمحمد؟ هذا مولد مثل غيره؟ بالله عليك، كما من كما مولدك ولا مولد عمك، كما مولد من هذا يرجع؟ ولا قبله ولا بعده مثله. هذا مميز، هذا مخصص. يقول في حديثه الصحيح: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام. بالله عليك، هذا مولد عادي؟ مولد طبيعي مثل غيره؟ الله، قال: وأنا روي أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أمي رأت حين وضعتني نورا رأت منه قصور بصرى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي أهوى دعاني وأبداني من البشرى.